الملابس التقليدي في موريتانيا المسمى بالدراعة هوية تنتسم أهل البلد، فلابد لزائر عاصمتها نواكشوت أن تقع عينه على هذا الرداء في كل مكان وشارع. قصة هذا الزي الذي ما يزال يقاوم حتى الآن موجة الألبسة العصرية في التقرير التالي الذي نترككم معه مشاهدينا على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، وإلى أن نلتقي لكم منا أطيب المنى. في أمان الله. لا صوت هنا يعلو على صوت ماكينات خياطة الدراعة الموريتانية في هذا السوق الشعبي بقلب العاصمة الموريتانية نواكشوط، فالطلب على الدراعة كزي أوحد للرجال يفرض عملا متواصلا ويستدعي خبرة السنين. خياط لي تقريبا قريب من 20 سنة، مارست من الخياطة، معامل جيد وزين، لكنه يتطلب ياسر من الوقت والصبر، ودم الرجال يعرف، وهي دراعة مرحلة مر بياسر من المراحل. تبدأ خياطة الدراعة بقص وتجميع 10 أمتار من القماش تتكون من عدة مراحل فنية وجمالية. ويوميا يقدر يعدل منها تقريبا 2 أهل هذا مش بعد مضبوط قد ما هو عجلان حتى. وتمر بالبصالة وتمر بالخط تقرية. عقب ذاك تجيس صاحب دوامه، عقب ذاك تجيس صاحب برنين. وهي آخر مرحلة لها صاحب برنين. أنماط متعددة من هذا الزي بتنوع تطريزه وزركشته وقماشه تلبية لأذواق الفئات العمرية المختلفة وبما يتماشى مع تقاليد وعادات المجتمع المحلي. تتجاوز الدراعة كونها زيا تقليديا بالنسبة للموريتانيين، حيث أضفت رمزا ثقافيا بامتياز وجزءا من تقاليدهم التي يتباهون بها. يلبس الرجال الموريتانيون الدرعة في كل الأماكن، فهي هيبة للرجل وبقية مما ترك أجداد الموريتانيين وأسلافهم. بالنسبة لي كشاب ورجل موريتاني أعتز بزي زي الدرعة، لأنه زي أجدادي وزي بلدي، وأفضله على كل الأزياء بما فيها الأزياء المعاصرة. ورغم محاولة بعض الشباب مؤخراً فرض واقع مخالف بمناداتهم بعدم تناسب الدراعة مع كثير من المهن والأعمال، فإن الموريتانيين لم يعيروا ذلك اهتماماً ويصرون أن تبقى الدراعة زيهم الأنسب والوحيد. محمد ناجي، تي آر تي عربي، نواكشوط.